عبد اللطيف السريع، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دولة الكويت. أهلا وسهلا، بدنا نسألك عن رأيك بالوضع الحالي، الوضع الراهن للحكومة الإلكترونية بالمنطقة العربية وتطلعات الكويت بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا الاهتمام وهذا الجهد المبذول في يعني التقاء كافة العرب في برج العرب في دبي اليوم لتكريم الناس اللي تفوقوا في جوائز الحكومة الإلكترونية. للأمانة دولة الكويت والخليج بشكل عام والدول العربية، احنا نتكلم عن الكويت ودول الخليج، الحمد لله في السنوات الأخيرة في قفزات كبيرة في برنامج الحكومة الإلكترونية عندنا، ومشاريع الحكومة الإلكترونية بدأت تأخذ وضعها الطبيعي في دول الخليج بشكل عام وفي دولة الكويت بشكل خاص. احنا في دولة الكويت بدأنا في تنفيذ عدة مشاريع البنى التحتية المعلوماتية لتكنولوجيا المعلومات، وبدأنا في تطبيق عدة مشاريع أخرى لتكنولوجيا المعلومات تتواكب ولحكومة الإلكترونية بشكل عام. لا شك أن الكل يتطلع إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية لما فيه فائدة للمواطنين والمقيمين وفائدة للجميع، هي لتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية. ومن هذا المنطلق بدأت الحكومات والقيادات السياسية بتشكيل وتأسيس هيئات الحكومة الإلكترونية متخصصة في هذا المجال. الحمد لله اليوم هذه اللقاءات للاطلاع كذلك على أخواننا في الدول العربية وما لديهم من مشاريع، وكذلك الأجهزة اللي فازت في هذه المشاريع للتعرف عن قرب عن مدى تطورها وكيفية التعاون معها والتنسيق معها في خدمة الدول العربية بشكل عام. أهلا وسهلا فيك وشكرا.